حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين لجولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من تساؤل الكاتب مصطفى محمد غريب في مقاله بمجلة الجاردينيا العراقية: إلى متى تستمر جريمة المحاصصة الطائفية والحزبية في العراق؟ فقد ذكر الكاتب أن الإصرار على استمرار نهج المحاصصة خطط له من قبل، وأول توجه طائفي كان بداية نشاطات أحمد الشلبي في حينها من أجل قيام الكتلة بمباركة إيرانية، الهدف الانتخابات البرلمانية من أجل الهيمنة والسيطرة على مجلس النواب. مراجعة بسيطة لسنوات ما بعد عام 2003 ومجيء الحكومات، وبخاصة بعد الانتخابات التشريعية الأولى وما نتج عنها من نتائج، عدت أولى خطوة نحو تكريس الطائفية والمحاصصة البغيضة على حساب النهج الوطني، ولم تبخل القوى الخارجية وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية في قيام مجلس الحكم بقيادة الحاكم الأمريكي المدني والبريمر، ثم قيام إيران بالتدخل والهيمنة والتسلط على السلطة. إن الرفض الواسع للنهج الطائفي والموقف الصارم منه أفشل الكثير من التحركات التي كانت تروم التوسع أكثر. إن الصراع من أجل إنهاء المحاصصة الطائفية مر بمراحل عدة، وفي كل مرة عندما تقترب بعض الحلول للخروج إلى فضاء الوطنية نجد أن القوى الرافضة والتي تختبئ تحت شعارات الوطنية تخلق الأزمات والمشاكل، لا بل تحرك البعض من الميليشيات المسلحة للواجهة واستخدامها مثل ما حدث لانتفاضة تشرين. إن حكومة المحاصصة ليس بإمكانها أن تنجح في تحقيق حاجات الشعب ومطالبه المشروعة، ولن تستطيع مهما وعدت أن تنقل البلاد من واقعها المزري إلى واقع أفضل تتحقق فيه العدالة الاجتماعية ومطالب الجماهير الشعبية التي أعلنت عنها في انتفاضة تشرين، وما أكدت عليه القوى الوطنية والديمقراطية بضرورة التغيير وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية البغيض، لأنه كلما أظهرت الأحداث أن المحاصصة امتدت أكثر وشملت المؤسسة العسكرية والأمنية. عن حكومة السودان والخلافات بين الإطار كتب حيدر شويلي مقالا جاء فيه: حكومة السودان التي شكلها الجناح السياسي الموالي لإيران وباركها المالكي والعامري والحكيم والخزعلي، وقالوا عنها إنها تشكلت بأنفاس الزهراء وبركة زيارة الأربعين، سرعان ما بدأت الخلافات والصراعات على المناصب والمغانم تعصف بها داخل الجناح الذي شكلها، على الرغم من إطلاق عشرات الفقاعات الإعلامية التي روجتها المجموعات الإعلامية المنتمية للجناح الموالي لإيران المتمثل بالإطار التنسيقي. وأضاف الكاتب: صراعات وخلافات بدأت تطفو على سطح المستنقع الإطاري الآسن، لتقع حكومة السودان في مستنقع آخر لطالما حاولوا إيهامنا به على أنه ينبوع من المياه العذبة اكتشفته حكومة السودان في أول مشوارها الحكومي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، وأعني بذلك أي الكاتب ما أطلقوا عليه صفقة القرن، وفي اليوم التالي اتضح أمرهم وتبين أنها صفنة القرن بحسب تعبير الكاتب حين أطلقوا سراح المتورط بها من السجن. حكومة السودان دخلت في مستنقع جديد اسمه ارتفاع سعر صرف الدولار، وهناك مستنقع سياسي كبير وقعت به ربما يكون أشد خطورة على مستقبل ومصير الإطار التنسيقي وحكومتهم الميمونة التي احتفلوا بها واعتبروها انتصاراً كبيراً منذ الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، وهو قرار محكمتهم الاتحادية القاضي بعدم إرسال رواتب كردستان، الأمر الذي أثار حفيظة مسعود البرزاني، ووصف المحكمة الاتحادية في طيات بيانه بأنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق، ما يعني أن حكومة السودان اتسعت رقعة خلافاتها السياسية وتعددت مستنقعاتها ودخلت في غرفة الإنعاش مبكراً. هذا ولا زالت الكثير من المشاكل والعقبات
تواجه حكومة السودان على المستوى السياسي من جهة والمستوى الشعبي المعارض والساخط من جهة أخرى. ونقرأ مقال الكاتب عمار ديوب بصحيفة العربية الجديد تحت عنوان الفساد والوضع الاقتصادي والسيء في المؤشر العربي في عام 2022. إذ يظهر المؤشر بيانات ويضع استنتاجات غاية في الأهمية، ويقول إن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية غير مرضية، وإن دخول نسبة 42% تغطي فقط حاجاتهم الأساسية ولا يستطيعون الادخار، بينما 28% منهم يعيشون تحت في حالة عوز وحاجة ولا تغطي دخولهم احتياجاتهم، ويعتمدون على المعونات والاقتراض. وتوضح البيانات أحوال الأغلبية العربية وأن أوضاعها الكارثية كانت سبباً للثورات، أي أن أهداف الثورات الأساسية هي تحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد، ولكن الفساد هو ممارسة تنتمي للسلطة ولمؤسسات الدولة بما فيها القطاع الإنتاجي العام. إن تفسير اندلاع الثورات بالأوضاع الاقتصادية والفساد كأسباب أولى يعود إلى انتهاج الأنظمة العربية السياسات الليبرالية الجديدة والالتزام بوصفات البنوك الدولية ونهب القطاع العام، والتي خفضت من الدعم ومكتسبات الأغلبية في العمل والتعليم والصحة والسكن، وأدت إلى نتائج كارثية على قطاعات الصناعة والزراعة وانفلات الأسعار، وهذا ما زاد من التذمر الاجتماعي وأوجد كتلة اجتماعية واسعة عاطلة عن العمل أو بأجور زهيدة كما أشارت الأرقام. وقاد هذا إلى أن تكون الثورات شعبية وانفجارية وشارك بها ملايين الناس، وربما هي السبب في العدوى الثورية إلى بقية البلاد العربية والتي تعاني من مشكلات مماثلة. يستلزم التحول نحو الاقتصاد الصناعي تجفيف منابع الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية بالضرورة، وبالتالي كيف ستتحقق هذه القضية؟ هنا القضية الجذرية. عن جريمة إحراق القرآن الكريم كتب صالح القلاب مقالا نشرته صحيفة إيلاف، قال الكاتب فيه: غير كاف أن يطلب معاقبة متطرفين سويديين فحسب على إحراق نسخة القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وإذ إن من قام بهذا الفعل الشنيع الذي لا يجوز السكوت عليه إطلاقا كان هدفه استفزاز المسلمين وإثارة صراع ديني بين المسلمين والمسيحيين، وذلك لأن من قام بهذا الفعل الشنيع هم سويديون متطرفون أرادوا صراعا قد لا ينحصر في دولة واحدة ولا في بلد واحد، وإذ إن أتباع الديانات السماوية باتوا ينتشرون في أربع رياح الكرة الأرضية، يقينا أن من قام بهذا الفعل الشنيع هو زعيم حزب هاردلاين يميني المتطرف واسمه راسموس بالودان، ولا شك في أن وراءه جهات دفعت إلى اشتعال ديني قد يتجاوز القارة الأوروبية وينتشر في العالم كله. إن هؤلاء المتطرفين السويديين لابد وأن خلفهم جهات أرادت أن تشعل نيران صراع ديني يشمل العالم كله ويشمل الكرة الأرضية بأسرها. والمستغرب في هذا المجال هو أن السلطات السويدية قد سمحت لهؤلاء المتطرفين القيام بعمل بشع وشنيع وغير مقبول وعلى الإطلاق، ويجري أمام عيون قوات الأمن، وحيث أنه قد كان بإمكانها أن تضع حداً فورياً لهذا الاستفزاز الفظيع. وبالطبع فإنه لا يمكن تصديق أن السلطات السويدية لم تكن قادرة على اعتراض هذا الفعل الشنيع، وأنها لا تعرف أن المس بكتاب المسلمين المقدس هو مس بالمسلمين كلهم، وأنه مرفوض من قبل كل أتباع الديانات السماوية، ولذلك المفترض أن لا يكون هناك أي صمت على هذه الجريمة الشنعاء، فالسكوت يعني فتح الأبواب أمام الإساءة للرموز الدينية في العالم كله. نشرت صحيفة التايمز البريطانية تحليلاً ذكرت فيه أن الأمر قد يأخذ أشهراً وربما سنوات قبل أن تشغل دبابة أبرامز الأمريكية الضخمة،
التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز عبر السهوب الأوكرانية في معركة ضد الروس. وفي التحليل الذي أعدته كاثرين فيليب جاء أن قرر واشنطن تقديم عشرات من الدبابات للجيش الأوكراني كان عنصراً حاسماً في رقصة دبلوماسية دقيقة أطلقت العنان لتدفق الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، وقد تجنب تحالف الناتو انقساماً مدمراً في لحظة حرجة من الصراع. تناشد أوكرانيا الغرب للحصول على الدبابات مع تصاعد الزخم نحو هجوم الربيع، مع دفع مئات الآلاف من المجندين الروس إلى ساحة المعركة، إذ إن روسيا متعطشة للنجاح بعد الخسارة المذلة لخيرسون ومناطق حول خاركيف. لقد كشفت هذه الحادثة مرة أخرى اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في مساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا ومدى تعرضها لتقلبات السياسة الداخلية الأمريكية. وقررت الحكومة البريطانية هذا الشهر إرسال سرب من دبابات تشالنجر 2 ومدفعية إضافية إلى أوكرانيا لتشجيع الحلفاء الأوروبيين على زيادة دعمهم لكييف. ويرى الحلفاء الأوروبيون أن ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي مهمة في تخفيف الاعتماد على واشنطن. وكشف الصراع في أوكرانيا عن فشل القارة في تطوير ما يسميه الرئيس ماكرون الحكم الذاتي الاستراتيجي. اضطرت ألمانيا إلى قطع مسافة مذهلة في نظرتها الاستراتيجية منذ الغزو الروسي الشامل، ويمكن للدبابات الغربية أن تغير قواعد اللعبة في معركة أوكرانيا، لكن قادة البلاد يقولون إنهم بحاجة إلى المزيد لإحداث فرق. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. وهذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع رسوم الكاريكاتيرية. انطلق البوسني أنور بيغانوفيتش في رحلة سيرا على الأقدام من مدينة فيلز النمساوية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. من المتوقع أن يقطع في أثنائها نحو 6600 كيلومتر. قد التقت وكالة الأناضول بيغانوفيتش البالغة من العمر 52 عاما في صربيا التي وصلها بعد انطلاقه من النمسا مرورا بسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك في طريقه إلى مكة المكرمة. وأوضح بيغانوفيتش حيث يأخذ قسطا من الراحة في هضبة بيتشير بمدينة سينيتسا الصربية، أوضح أنه لم يرسم طريقا مختصرا للوصول إلى مكة، وأراد المرور بدول يوغوسلافيا السابقة في أثناء رحلته. وأوضح أنه سيواصل السير بعد صربيا مرورا من شمال مقدونيا وبلغاريا وتركيا والعراق حتى يصل إلى مكة المكرمة.
وذكر أنه وفق حساباته تتطلب رحلته السيرة 7 أشهر و7 أيام في الأقل، وسيسير في اليوم ما بين 35 و60 كيلومتراً وفق حالة الطقس. وذكر أيضاً بيكونوفيتش أنه متزوج ولديه 4 أطفال يعيشون في النمسا، وكدان أنه تلقى ردود أفعال رائعة حتى الآن في أثناء رحلته. أصبح نهر دارينا في البوسنة مكباً للنفايات العائمة التي تراكمت من دون تنظيم جيد، فقد ظهرت آلاف من الأخشاب والبراميل والأجهزة التالفة على المياه خلف دفاعات عائمة قد تنهار في أي لحظة. وتسببت الأمطار الغزيرة مؤخراً والسيول في تكون هذا المشهد. فلنتابع الآن مشاهدينا الكرام معاً المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أنا عاصم الفجاء، عمري 29 سنة. أنا سوري، جيت على الأردن من 10 سنين وبلشت سيركس من 8 سنين. قررت افتح مدرسه سيرك ووسع هذا المجال بالبلاد، خليها تنتشر اكثر، لانه بصراحه الواحد بس يدرب لحاله بالاخر بزهق. يعني تعلمت كل شيء لحالي، تعلمت عن طريق اليوتيوب واجرب واعمل حركاتي الخاصه، بس بعدين حبيت يكون في ناس ثانيين عم يعملوا معي هذا الشيء. قررت افتح مدرسه سيرك، فتحتها في بدايات 2018. الناس تيجي تتدرب وانا احكي لهم كيف يعملوا هي التقنيات، بس للاسف مع بدايه الكوفيد اضطريت اسكر المدرسه وصرت ادرب احيانا بالحديقه، اتدرب انا واصحابي بالحديقه. لهيك هلا حاليا عم فكر وعم خطط اني ارجع افتح المدرسه من جديد. الإشي اللي بنعمله خطر، يعني إذا ما نعمل بالشكل الصحيح ممكن يؤذي الشخص اللي عم يتدرب فيه، أو يؤذي المكان اللي عم يتدرب فيه، أو يؤذي الناس اللي حواليه. فهيك كثير ضروري إنه يكون في ناس بيعلموك التقنيات الصح بالمكان الصح بالشكل الصحيح، مشان ما تؤذي نفسك، مشان ما تؤذي اللي حواليك، وتضل محافظ على الأمان. دارس تهريج بكالوريوس، ان شاء الله السنه الجايه بتخرج. بعد فتره من الزمن ان شاء الله بشوف حالي مدرب سيرك عالمي. وفي نهايه جولتنا الصحفيه عبر صدى الاقلام من الرافدين، تقبلوا تحياتنا مشاهدينا الكرام، الى اللقاء.